ينطلق اليوم في دور سينما بدولة الإمارات أول فيلم أكشن بأياد إماراتية بعنوان غنوم الملياردير من بطولة الفنانين عمر الملا وعبدالله الشحي وعبدالله الجفالي وألاء شاكر وغيرهم. وتدور قصته حول صديقين يحاولان تحقيق الشهرة من مهنة التمثيل، لكنهما يفشلان ويمران بالعديد من العقبات لتحقيق الثروة. الفيلم من تأليف وإنتاج وإخراج عامر سلمين المري بعد نجاحه في فيلم عشاق عموري الذي حصد العديد من الجوائز العالمية. هذا غنوم اللي ندور عليه، نقطة ضعف غانم عنه. هذا جاسم صديق الوفي. يعرض أيضا حاليا في دور السينما بالإمارات الفيلم الإماراتي الكوميدي بنات كيوت، ويدور حول خمس فتيات يذهبن في مغامرة بمنطقة جبلية ويكتشفن وجود رجال بالرحلة، وسرعان ما تقع العديد من المفارقات بين الطرفين. يشارك في العمل الفنان الإماراتي القدير سعيد بتيجة والفنانة الإماراتية السورية نيفين ماضي. طعما لا تسألني هيك أخيج، لا تيلي صدقني، ما أحب سوالف الشباب هاي تلصق معنك. حالة من الجدل أثارتها صور جمعت النجم عمرو دياب والفنانة اللبنانية دليدا خليل خلال تواجدها حاليا في مصر بالساحل الشمالي. الصور أثارت التكهنات حول طبيعة علاقتهما والتساؤلات حول إن كان الهضبة يعيش قصة حب جديدة مع الفنانة اللبنانية. نفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية المعلومات المتداولة حول إلغاء عرض الفيلم العالمي باربي، وأكدت أن الفيلم تم تأجيله وليس إلغاؤه على أن يعرض نهاية أغسطس الجاري. وقال المشرف العام على وحدة تصنيف الأفلام السينمائية نواف السبهان إن الهيئة طلبت بعض التعديلات على نسخة الفيلم التي ستعرض محليا، ولكن الطلب قوبل بالرفض من منتجي الفيلم. وأكد أن الهيئة تسعى حاليا إلى إجراء تعديل بالتعاون مع موزع الفيلم داخليا بحيث تكون مناسبة للعرض في دور السينما الخليجية والعربية. أخيرا وعالميا، وبعد حادثة النجمة كاردي بي التي ألقت الميكروفون غاضبة على أحد الجماهير في حفلها الغنائي الأخير بأمريكا بعد قيامه برشقها بالماء، أعلنت الشركة المصنعة للميكروفون أنها عرضته في مزاد علني على إي باي لجمع الأموال لجمعيتين خيريتين. الميكروفون الذي يبلغ سعره $1,000 عرض في المزاد $500 أمريكي فقط، ولكن سرعان ما تخطى $25,000، ومن المتوقع أن يرتفع السعر بشكل كبير خلال الأيام المقبلة قبل الإعلان عن نتيجة المزاد.